السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع صحيحه؟ نتمنى تكونوا مزيان وبخير وبصحه جيده ان شاء الله، ومبروك عواشركم. دخل عليكم هذا رمضان بصحيحه وكل ما كتمنوا، برزيق وصحيحه وطول العمر وتيسير الامور يا ربي يا ربي. وكنشكر كل واحد شارك في القناه ديالي، كنشكره بزاف بزاف بزاف. الله يسهل ليه الامور ويعطيه كل ما كيتمنى يا ربي ويفرحه. كنشكر كل واحد خلى لي تعليق او لايك، كل واحد شارك في القناه او خلى لي تعليق او دار لي لايك كنشكره بزاف 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 بزاف. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. نبداو على بركه الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم طريقه ديال الجبن سهله واقتصادي لشهر رمضان ان شاء الله. نجدو نبقاو نفطرو به الفطور ديال رمضان ان شاء الله، كيجي سهل واقتصادي وطريقة سهلة مالة. بداو على بركة الله. عندي هنايا عندي السطرو ديال الحليب، الحليب ديال العبار، داك لي تتبع ديال العبار، نص سطرو ديال الحليب، وعندي نص سطرو ديال اللبن تا هو ديال العبار، نفس الكمية نص سطرو الحليب نص سطرو اللبن. درنا يطرو ديال الحليب، نديرو يطرو ديال اللبن نفس الكمية. هادو هما المقادير، شي شوية ديال الملحة، ملحة على حسب الذوق، كاللي تيبغي الملوحية يزيد شوية، اللي ما تيبغيش الملحة يعني على حسب الذوق. بداو على بركة الله في الطريقة ديال التحضير. الحليب الطريقة ديال هذا الجبن، أنا درت دابا الحليب فوق البوطة حتى يغلي، الطريقة اللي العادية اللي كنفيضو فيها الحليب، خليوه حتى يفيض حتى يغلي، عاد إن شاء الله نكملو الطريقة ديال التحضير. دابا غادي نخليه حتى يغلي ليا حليبة باش نكمل الطريقه ديال الجبن اللي كيجي زوين ولذيذ واقتصادي وسهل. انا نتسنى حتى يفيض ليا الحليب باش ما نطولش معاكم الفيديو. الحليب هو بدا تيغلى ليا، هو قرب يفيض، صافي هو فاض ليا الحليب، ها الحليب فاض. دابا غادي نطفي عليه البوطة يزيد شوية، صافي دابا غادي نطفي البوطة، نطفي البوطة صافي، وغادي نزيد عليه هذاك اللبن، ها هو غنزيد عليه اللبن، خليه ينزل شوية. صافي بسم الله على بركة الله، ديرو غير بشوية هكايا، غير بشوية
ونزيدو هذيك المليحه على حسب الذوق. صافي نبداو نخلطو غير بشويه هكا باش يتجمع لنا، باش يتجمع هذاك الجبن. ها انت هما بداو داك يتجمع غير بشويه هكا يا صافي. طريقه سهله وبسيطه واقتصاديه. صافي دابا خليه، غادي نخليه واحد 5 دقائق هكا يتشرب مع اللبن مع الحليب وديك المليحه، وعاد غادي نصفيه. نتمنى يعجبكم هذا الجبن هذا، والطريقه ديالو راه سهله دغيا كيوجد. درت فيه نسطرو ديال الحليب ونسطرو ديال اللبن، حتى فهاد الحليب كما شفتوا معايا عاد نزيدو عليه اللبن صافي، وديك المليحه على حسب الذوق. بقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. من بعد ما برد شويه هاد الجبن، برد شويه ما بقى سخون، دابا غادي نصفيه. نجيب واحد البانيو فين نصفيه، نجيب شبيكه بسم الله ونصفي الشبيكه كما كانت بدايا عاديه ديال البلاستيك. بسم الله ونصفي. شوفوا معايا هو ندير له هكا بالمعلقه باش ياخذ حتى الشكل ديال هذيك الشبيكه. صافي ونخليه يتسقط واحد شويه، تسقط لي من الماء. صافي نخليه تسقط، نديرو بحال دابا هكدايا. حيد هذا خليه بحال هكايا، يزيد يتسقط شويه من الماء ويبرد ليا واحد شويه، وندخلو للثلاجه حتى يبرد مزيان مزيان. بعد ما يبرد مزيان 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 عاد غادي نحيدو من هاد الشبيكه. اذا نخليكم معايا. وحاجه واحده اخرى عاوتاني، هاد الماء هذا مرميوهش، نستعملوه اما نعجنو به الخبز ديال الدار راه كيجي زويون بزاف، اولا نديرو به المخامر، نعجنو به المخامر اولا الخبز ديال الدار بلا ما ترميوه استعملوه. اذا خليكم معايا. هذا هو الجبن اقتصادي وسهل، خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. من بعد ما برد هاد الجبن درتو في الثلاجه، نصفيتو في هاد الشبيكه درتو في الثلاجه برد. دابا غادي نحيدو من هاد الشبيكه. بسم الله نقلبو هكا الشبكه ونحيدو، تيجي هكا. نحاولو نكحسو شي شويه واحد شويه هكا صافي. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين ولذيذ، جربوه راه زوين بزاف وطبيعي، ما فيهش مواد يعني اللي مضره للصحه، طبيعي ودغيا كيوجد. الطريقه ديالو سهله كما حضرته معاكم، كنتمنى يعجبكم وتجربوه لهذا شهر رمضان ان شاء الله يا ربي. الفطور بقاو نفطروا به. اذا خوتي كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.
وصفة جديدة. يلا بسلام عليكم وتهلاو ليا فراسكم.